لطخ سندوتش الفول بتاعي. ها؟ لازم تعرفوا ان انا من النوع اللي بضرب وفي نفس الوقت بنضرب. مفهوم؟ العبوا تاني. اللي واخد عقلك، بحب خميس، بحب يا سيدي. هانت اديك النهارده هتخطب وبعده هتكتب وبعدين تخلف وبعد بعده تتجوز وبعدين هتشحت وترجع تقول يا ريت اللي جرى مكان. يستحيل يا خميس، يستحيل. يا سلام عليا وانا متجوز ومخلف عيل صغير واقعد العبه ويضربني بالقلم على قفايا ويقول بابا بابا، وبعدين نروح الدبي بصوابع الاثنين في عينيا مخزقهم لي، وطبعا هبقى ضرير وهيرفضوني من المدرسه، وابن حبيبي هو اللي هيسحبني وراه على القهاوي نشحت سوا، وبعدين هياخدونا تسول ونبقى في الحجز. يا سلام يا سلام على امه لما تيجي تضمننا. يا سلام، ربنا يوفقك. بس المهم امها، امها خميس، لا انا بنزل لها من زور ولا هي بتنزل لي من زور. وانت مالك ومال امها؟ المهم ابوها المعلم عاشور راجل جدع. هو جدع في الحته بس، انما في البيت ما يقدرش يطوح لما ياخد اذن منها. واذا ما اذنتلوش يفضل حابس الكحه لحد ما يروح القهوه ويطلب كرسي يقعد يكح عليه. بس عليه كحه. ما شاء الله ما شاء الله يا اساتذه. ايه ده؟ ايه عاملينها قهوه؟ تحب اوصلكم بنفسي على قهوه وكمان شيشه؟ لا انا اخد حلبة حصى ودومنا. تاخد ايه؟ انا عايز شيح بابوني. بس ايه؟ ايه؟ الحصه ابتدت بقى لها 5 دقايق. اتفضل يا استاذ حسين، اتفضل. لا والله يا استاذ خميس ما صحش ده كلامك. انت الاول راجل برضه مش معقول. انا مدرس عربي على قدي، انما انت استاذ تاريخ. انا ياما نابليون حكالي عنك. يا سلام، انت هتقولي على نيبو؟ ما كان معايا في المدرسه وترفتنا سوا، هو اتكل على الله وراح فرنسا وانا اشتغلت هنا. حظوظ خميس. انت هو بره مدرس يا خدع. خد الزمار. طب خد الزمار ده بره يا فندم. تقول الزمار يا خميس بره. اكيد الوزاره مستقصداني، وإلا ما كانتش بعتت لي البلاوي دي. يا منى، منى مرايه يا بنتي، ما انا كملي بقيت لبسك العريس زمانه جاي. ما انا لابسه هو يا بابا اخر موضه. لا حول ولا قوه الا بالله، دي موضه تكسب دي. اشمعنى احنا بقى يا سي بابا ما بنعيدش على الموضه بتاعتكم؟ يعني عاجبه امك؟ ما هي مصممه انها تشقلب كياني وتلبسني بالانجليزي. ربنا يستر وما تشقلبش كياني انا رخه. ازاي؟ خايفه ما توافقش على العريس. في الحاجات اللي زي كده الشوره شورتي. انا هنا الراجل والكلمه كلمتي، انا ما عنديش حين لاعترف ابدا. يا حبيبي يا بابا يا غشو. ايوه انت بتكوني جاي من حالك يا بابا. بس باخدها على قد عقلها، ستفكر ربوعه انا من فضلك. يا مفروض في السيرفيس افندم. ايه ده؟ انت هتفضل تقل لي في البيت بالشكل ده؟ قلت لك بتجيب لي العسل. لا لا، ما انا هلبس حالا اروح البس. لو ليني الجلابيه انا نوويه. ايه ده؟ جلابيه؟ انت راجل، انت ناوي تموتني ناس عمر؟ ان شاء الله. ايه؟ لا قصدي ان شاء الله اللي يحبوك. انا يعني جيت اصلا جيت اقول اللي يحبوك يوم قلت اللي يحبوك، وانا قصدي اقول اللي يحبوك بذمتك انت. إيه راجل انت؟ وما نشيلش جزر، ما انت اللي لخبطتيني كمان. وعلى العموم ما تدققيش معايا كده، دي الاقوال بالنيات. معلش الصبر طيب، اتفضل اجري يلا البس السموكن بتاعك. ايه رجعت ليه؟ بس بقول بلاش السموسك ده، اصل يعني مش معقول ابدا. الراجل يعرفني من زمان وابن حتتي وعارف ان انا ابن بلد ومجدع. مجدع لازم غلط في العنوان. الدنيا بتتدور والناس بتتقدم يا بني ادم، مفهوم؟ مفهوم. لما هو مفهوم واقف لي ليه تباسي؟ حاضر حاضر، هروح البس هروح البس. اتفضل. حاضر. يا دي النيله، رجعت ليه يا راجل انت؟ اصلي بس في السموكس ده ما بلبسه بقى زي حانوتي الخواجات بالظبط. تعالى هنا يا راجل انت. انت عارف انت مش عايز تلبس السموكي مش ولادي الزواج بيحطوا اكلة دول. خرابي او ده اللي كان ناقص، الرجاله تمشي كلامهم على الحريم. والله يا عادي
ملونه بالسموم تسلم الشر عليا بيه. ايه ده؟ مش معقول كده يا على فكره تقدر تقول لي ازاي وافقت ان الجدع ده يجي هنا من غير ما تاخد رايي؟ اصل الراجل يا ظريفه يا حبيبتي. اوه قلت لك 100 مره بلاش ظريفه، ده اسم بايخ. معلش قول لي يا زوز. حقك عليا. اصل الراجل يا زوزو يا حبيبتي ضرب التليفون وكلمني وقال لي انا جاي ازوركم في البيت الساعه 8. قلت له استنى لما اخد راي الست هانم اللي موجوده في البيت. وانا ما قلتلكيش؟ لا مش انا جيت اقول له كده، السكه اتقطعت والحراره هربت. بقى الحراره هربت؟ اه والنبي، وبقيت دايخ عليها بسلقط في ملقط ما لقيتهاش، بقيت واقف رايس كده في الحته وكل راجل فايت اقول له والنبي ما بشوفش حراره يا عم، والنبي ما بشوفش حراره يا عم. ايوه كل بقى الحراره كل. ليه بس كده؟ ليه الظلم ده؟ معلش الصبر طيب، اتفضل كمل لبس هدومك وما تنساش البرنيطة. ولا اقول لك بلاش البرنيطة عشان البيت الخايبة نسيت وجابت فيها الطرش. بقول لك ايه؟ ايه؟ البس الصوت دي. بس بنت اتقطع لسانك، قلت لها انجار عن مصر. نعم تلزم خدمة؟ لا هو في الحقيقة أنا كنت جاي طالب إيد الأنسة منى، وأنا كل أمل إن المعلم عاشور هيوافق. نعم عاشور اسمه شوشو يا بلدي. شوشو؟ لما مؤاخذة معلم شوشو، مش كان واجب برضه تقول لنا علشان أقل ما فيها نيجي نهني ونقدم الواجب؟ ده كلام. إحنا بديك الساعة لما تبقى شوشو تبنى حلال وتستاهل تبقى شوشو بصراحة. اتفضل يا أستاذ خش في الموضوع. أنا يا شوشو بيه جاي اطلب ايد بنت سيادتك اللي هنسها منى. هو كلمنا انا هنا شوشو بيه ملوش دعوه بالحكايه دي. ملوش دعوه ازاي؟ هو مش ده راجل البيت برضه ولا ده راجل كفته يعني عايز افهم؟ ومش الرجال يقومون على النساء ولا دي برضه غيرتوها؟ تقدر تقول لي اولا انت تبقى مين وابني مين؟ الله، هو حضرتك نسيتي ولا ايه؟ انا تحسين ابن ام تحسين اللي امي متربيه معاكي في الحاره، كنتوا بتجروا سوا ورا عربية الرش. حتى كمان بالأمارة كنتوا بتيجوا تنشروا الغسيل بتاعكوا في السطوع عندنا عشان سلم سطوحكوا كان واقع. شايف بيتكلم ازاي؟ عايز يفرسني فولة واتقسمت نصين هو وأمه. الله يرحمها كانت جيتها حلوة. الله يخليك يا معلم، حتى مرة زمان كان السروال بتاعك يا معلم كان مشهور عندنا وبعدين طار في الهوا. أمي كانت زعلانة بشكل، قعدت طول النهار تقول يا مصيبتي يا ندمتي، هنعمل ايه يا واد يا تحسين؟ الدايرة تكون الست ظريفة افتكرت اللي احنا ادينا السروال لابوك. وانا اقول لها ده كلام يا اما؟ مش معقول، فين المعلم عاشور؟ من ابويا، حكم انتوا عارفين ابويا كان سفروت كده ومسلوع زي زعزعة القصر. الله يرحمك يا اما. اسمع يا استاذ، احنا ما عندناش بنات للجواز. بقى ده اسمه كلام يا معلم شوشو؟ انت مش مديني كلمة؟ كلمة؟ كلمتين شوشو؟ انت بتتفق من ورايا في مواضيع سياسية؟ هو الجواز كمان غيرتوه بقى سياسة على بختي؟ زوزو في شوية مش كده. انكتم انت ليتك مش فايتة النهاردة. افرنوي لما نبقى لوحدنا ابيك مو افهمي كل حاجة. فهمني كل حاجة. ان ما فرقتك طول بالك عليا. انت مستني كده يا عيال. الله على النبي. مفيش داعي. وصلي على كامل النور. مفيش داعي خلاص. واذا كان على العيال دخلوهم دخلي بدل الشحططه في المحاكم والحاجات دي. مع السلامه يا استاذ. طب مش نقرا الفاتحه الاول؟ مع السلامه يا استاذ. المهر والشبكه طلباتكم ايه؟ الشبكه كده. انا بقول لك مع السلامه يا استاذ. طب الدخله والفرح، انا رايي انهم يكونوا الشهر الجاي ورا بعض الاثنين عشان انا جاي لي علاوه 12 قرش ونص. قلت ايه؟ قلت ان حضرتك لو ما خرجتش من هنا دلوقتي هخرجك مرابعه. ايه مرابعه دي بقى؟ استاذ انا اول مره حد يقول لي مرابعه. انا مره واحد قال لي انت دغدغته خالص. معلش روق دمك بقى. روق دمك اسمع كلام. ايه؟ انت دلوقتي تمشي وتقابلني في المحل ولا في القهوه هنتفق. بتقول ايه؟ بقول له مع السلامه. تبقى ازاي مع السلامه؟ مع السلامه يا استاذ. طب اطنشنا يا معلم شوشو. منى الله يخرب بيوتكم. ايه يا ماما اللي عملتيه ده؟ حكيتني انت خالص. انا اعرف مصلحتك ومصلحه ابوكي. ولا مؤاخذه انا ابوها واعرف مصلحتها ومصلحه امها. انكتم انت. فينش سبيك. اوكي رينتر. يا ماما يا ماما بصراحه انا وتحسين بنحب بعض واحنا صغيرين. ده كده انا الحق عليا اللي دلحتك ودلحت ابوكي. انما يكون في علمك من النهارده مفيش خروج من البيت، وانت تعالى كده يكون في علمك ان بنتي لازم تتجوز واحد من عيله
بصراحة ربنا لا. طب ما اتكلمها. ولا قادر اتكلم وما اتكلمتش. ما انت سامعاها وهي بتقول في مشيش فيه. يا استاذ لازم تعرف ان دي مدرسة مش سلخانة. هنا المدرس لما يقول الدرس التلميذ يتعلم. ولما المدرس ما يقولش الدرس التلميذ يبقى حمار. وعشان حضرتك ما بتقولش الدرس كل تلاميذ المدرسة في مادة التاريخ حمير بفضل مجهودك المنيل. يا فندم انا متشكر قوي بفضل ارشاداتك العظيمة وتوجيهاتك. يا فندم انت بتخرف تقول ايه؟ يا فندم انا اصلي بمر بظروف اجتماعية عصيبة. مادام بتقبض يبقى لازم تقول. وإلا اقعد في بيتكم وريحنا. سيادة البنظر عنده حق يا تحسين. خلاص يا فندم. بعدك من النهاردة صوته هو بيشرح هيهز ويجلجل أركان المدرسة. التلاميذ اللي على بعد 10 كيلو هينجحوا سماع يا فندم. يا فندي أنا يهمني تلاميذ المدرسة اللي هترفد من الوزارة بسببهم مش اللي على بعد 10 كيلو. اطمن يا فندم إن شاء الله في آخر السنة هتكون النتيجة 5-0 لصالح الأهلي. أنت يا جدع أنت مسحوب من لسانك وبتتكلم ليه؟ ما أنا هو واحد يا فندم. مش كده يا أستاذ تحسين؟ أنا أؤيد أقوال الشاهد وأطالب ببراءة المتهم. ما شاء الله خصوة في عين اللي ما يصلي على النبي. الله يكرمك. خلاص يا فندم. يلا يا استاذ حسين يلا. يلا اتفضل وشوف شغلك. لا والله ما صحش. انت الاول. اعوذ بالله يا راجل. ده انا مدرس عربي لا هنا ولا هناك. انما انت استاذ تاريخ. ليك منشنة ومرنة. خلاص يا استاذ تحسين يلا. اعتذر لحضرة الناظر وخليك ولد كويس. يلا. يلا يا تحسين. بوس ايده يا تحسين وقول له انا اسف. يعني انا يلا بوس ايده. مبروك يا فندم. انا ما عملتش حاجه. عرش يا فندم انت هو على حصتك. مدرسين خردة. وحياة النبي دول هيجيبوا لي البخت. انا تعبان يا خميس. تعبان. بعدين معاك بقى. المرة دي عدت. المرة الجاية ما نعرفش هيحصل ايه. ده راجل عصبي. يروح فقعك تقرير للوزارة يجيب اجلك. اتفضل. عقلي مش معايا يا خميس. كل ما اجي اشرح تاريخ الاقيني بقول تواشيح. ده برضه ما قابلتهاش. اسبوع بحاله. من يوم ما كنت عندهم في البيت ما اعرفش عنها اي حاجة. حتى التليفون. كل ما اطلب النمرة ترد عليها اللي ما تسماش. اروح قافل السكة. ما كلمتش المعلم عاشور ابوها؟ كلمته قال لي التنضيع عليا يا سي تحسين. وخايف لا يكون بيعممني لحد الولية ما اتجوزها من وراي. طب اسمع. تعمل ايه في اللي خليك تقابلها تاني؟ عرضك. بعد الحصة السادسة. تاخدني تفقعني غدوة على مزاجك وتهبشني ازازتين بايرة وتفلسعني سيجارتين. افلسعك؟ ولما اصحى من النوم تنيمني تاني. صح؟ طيب يلا. يلا. تاني انت. الو. 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 بترد يا جبان. اتكلم يا باجن. انطق يا مغفل. اهو انت. ايه؟ ما بتردش ليه؟ تليفونهم هيفضل مشغول للابد. علقته. طب والنبي لكون جايبك كلب هون يطلعك من وسط 100 سماعة. ايه بس. ساعتك كام دلوقتي؟ انا ما بعرفش فيها. شوفها انت وحياتك. دي. الساعة 5. سبعة بالدقيقة هتكون مع منى. بجد يا خميس؟ بجد يا تحسين. صحيح انت استاذ تاريخ ليك مشنة ورنة. انما انا استاذ عربي. داهية. وانا داهية من دواهي العربي. انا عارف. قوم بينا فورا دلوقتي. قوم بينا. ولا تخلص الشاي. هاي الشاي ده. بس الجاز كان كتير شوية. جاز ايه ده انا عامله بالصابون يا راجل. يجنن. طيب جاي اهو يا باشا. اهدى. خف ايدك شوية. وقعت في ايدك. صباح الفل. اهلا. نعم. ايه؟ اهو قول بقى. نهار كشتة يا استهانة. اهلا وسهلا. نعم. المصلحة جالها اختار ان تليفونكم عطلان. مين اللي قال؟ هو صحيح ما فيهوش حرارة بقاله ساعتين لكن ما حدش اشتكى. يا مدام الشكاوي دلوقتي الكتروني. يعني ايه؟ تليفونكم يقول احنا نقول ايوه وندب على طول. ما تسيبيهم يشتغلوا من سكات ولازم تحقيق. اتفضلوا. تليفون فين؟ اهو متلقح عندك. تعالى. كل يوم والتاني خسران جابكم نصيبة. وافتح عنا الله يخرب بيوتكم. الله. احنا اتهزقنا بقى. ان شاء الله سليمه يا مدام. شكرا. الله ده الحراره. انا هتصلح. ها؟ طمني يا استهانه. كل حاجه هتمشي طبيعي ان شاء الله. سلام يا اخويا.
الانفلونزا ماليه البلد اليومين دول. ومالك بتقرب مني كده ليه بعد الشر؟ بقولك ايه؟ مش باين. خش اعمل نفسك بتدور على الفيش والتوصيلات ودعبس عليه. انا خايف اعمل ده. ما تخافش خليك راجل. يا استا محمود. استا محمود. استا محمود مين؟ انا استا محمود. ايوه استا محمود. ايوه خش دور على الفيش والتوصيلات وقول لي عشان ندب بقى. افرشه الالواز يا ريت بس سخنه. يا ريت ربك تتصنعت على ايه؟ تتصنعت على ايه؟ فين المخبط؟ اه اختي امر ايه؟ دستور وسلك التليفون فين؟ هو التليفون مات. تعبان فعلا ما فيهوش حراره خالص. بقاله جمعة ما بينامش. ايه؟ بقاله جمعة ما بينامش. مليان كلام حب وعواطف. محشر غرام واشواق. ايه؟ تحسين. منى مش قادر اصبر اكتر من كده. من هنا امك اللي حرمتنا من بعض المدة دي كلها. دخلت هنا ازاي؟ البركة في التليفون. ما تبقاش مجنون. مجنون ايه؟ انا تعبان يا منى. المية سخنت. بتغلى يا اسطى. اسطى انت بتكلمي عبد الحميد ترانك فاهمة يعني ايه؟ واحدة يا صبي. شيل الغطا. شيل الغطا. حط مين؟ النصران الاول. ايوه قالك بتعمله بقى. اسكت يا وليه. مش فاهمي كلمة التليفونات. هاتي هاتي الكفوعة اللي وقعت دي. التليفون الحرارة ضايعة. لما الحرارة تضيع تسخن المية تحط التليفون في المية تجيله الحرارة. لا يا سيدي. ايوه كده فاهمة؟ يا ريت شوية كزبرة وكمون عشان الصوت يطلع رايق. والله تلاقي الو الو. ها؟ اتكلنا على الله. فين الكبشة؟ ها؟ الدعيد حتة بصلاية هيطلع ريحة تخبل. ريحة تخبل. وانت يعملوا ده؟ عليا النعمة لهريك وانا هنا. الاول لا ما هو اي نعم انا مدرس تاريخ لكن ما ننساش برضو ان حضرتك ضريع في اللغه العربيه. يا سحبتني. الله يخليك. اتكل. اتفضل حضرتك. لا انت لا هتفضل حضرتك. اتفضل ادخل. صباح الخير يا حضرتك الناظر. مش ممكن يبقى في خير ما دام انتوا الاثنين في المدرسه. ارجوك يا حضرتك الناظر حاسب واحتسب وتحسب في الالفاظ لاننا موظفين حكوميين وعلى درجه مش بطاله. ولما انتم عارفين نفسكم انكم موظفين حكومة وعلى درجات ازاي تسمحوا لنفسكم بالمسخرة وقلة الحياة دي؟ مسخرة يا فندم بس لا سمح الله. وكمان بتقاوح؟ اه ملقاش. الهانم حكتلي على كل حاجة. استاذ خميس افندم. اهي يوه. شوفها بيه اصلا انا بحبها والحب مش بايدي. الحب في القلب زي الرز في الكوسه يا فندم. ايه اللي دخل القرع في المدرسه؟ انت مش عارف انها متجوزه؟ اتجوزه ده ايه؟ اتجوزتيها من ورايا يا وليا؟ حط البرنيطه لحسن ودين النبي اعمل لك صينيه كنافه في نافوخك. قليل الادب. الهانم تبقى حرم شوشو بيه. ان شاء الله اكون حرم تشيرش البيه. بحبها بحبها يا عالم بحبها. تحب واحدة متجوزة من 20 سنة؟ دي تبقى جريمة يا فندي. حضرتك بتتكلم عن مين؟ عن مدام شوشو طبعا. يا بيه انا قصدي على بنتها الانسة منى. هو معقول يا حرم ناظر تحسين يحب مدام شوشو؟ الواحد برضو يا فندم عنده نظر والبلد لسه بخير. ولا قالوا لك اللي احنا سكة بقى ولا ايه؟ ها؟ انا مش هقدر اقعد اكتر من كده. والشكوى دي تبعتها الوزارة. والا من غير والا يا فندي. انا هوديها بنفسي
ومش هتنقل من الوزارة إلا يبعتوا صورة منها العشماوي شخصيا. شكرا. بعد فرقك الكلب. تحياتي لشوشو بيه. شكوى؟ شكوى ايه؟ شكوى المدام بعتها فيكم انتم الاثنين. يا بيه شكوى لغير الله مزلة، وانا بحبها. بحبها وعد الله بحبها، بس انا ما بحبهاش، هو اللي بيحبها يا بيه. يبقى انا ذنبي ايه؟ تنكر انك ما تنكرتش في زي عامل تليفون؟ انا ما انكرش. يا بيه اسمع مني انا بس، اصل انا بحبها. تنكر انك ما دخلتش بيوت الناس بطريقه غير مشروعه؟ انا ما انكرش. خليك معانا يا بيه، اصل انا بحبها. تنكر انك ما اشتركتش انت وزميلك في الفسق والفجور؟ انا ما انكرش. ما تسمعونا بقى، اللي تنكر وما تنكرش، بقولك بحبها. يا جدع يا جدع، اسكت شويه وبطل بحبها. اما تشوف المصيبه اللي احنا فيها دي. بحبها خميس. هتترفد ومش هتلحق تتنيل. يا خميس اخويا. شت. سيد الناصر، انما حدث حدث بيننا بنيه بيضاء ناصعه لا غبارة عليها. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي يا حلاوه. الله اكبر الله اكبر. يحيى اتحاد الطلبه. زميلي هذا قلبه يحترق. انا بتكلم جد. ما انا عارف، ما تبقى تيجي. طيب انا كنت بقول ايه؟ غبار. لا غبارة عليها، وانا رجل عاطفي لا اطيق فراق المحبين. فيا حبزاء اظرم بقى لو ان انكتم. ما تقلبش دماغي، يبقى قول الكلام ده لوكيل الوزاره والوزير بعد ما بعتوا الشكوى دي. يا نهار اسود، ده كاتبها لك اسم خاده. يا حضره الناظر، الله يعمر بيتك ما تبعتهاش. بلاش تدمر مستقبلي وتطفي انوار الحياه وتيتم عيالي الثمانيه وامهم. عيالك الثمانيه؟ انت متجوز يا استاذ خميس؟ لا، انما عندي نيه خلف ثمانيه. وحياتك يا خميس تبقى تدي حضره الناظر اتنين، منهم واحد بني. ابن حلال يستاهل. تحبوا سيادتك ذكر ولا انتايه؟ ولما انتوا خوافين بالشكل ده، حركات الجنان دي لازمتها ايه؟ توبه يا حضره الناظر، بس ما تبعتش الشكوى. طب يلا اتفضلوا، حصلوا مدام شوشو بيه واعتذروا لها، وخليها تسامحكم، والا من غير والا هنعتذر لها وهنديها ونكتب لها تعهد كتابي بعدم التعرض لها اطلاقا. اتفضل. روح يا شيخ روح. ان شاء الله. السلام عليكم. جريت من ايه؟ مش عارف. وجيت هنا ايه؟ الرحمه يا ست ظريفه. انتوا الاثنين تستحقوا الاعدام. اعملي معروف. خميس افندي ملوش دعوه، انا المسؤول. اشتكيني انا، ارفديني انا. امبوسيبل. واي امبوسيبل؟ بيكوز انتوا الاثنين عجينه واحده. لا ست هانم، انا بتاع عربي، هو بتاع هيستوري. الا هيجيلك هيستيريا في نافوخك منك. لو اذا كنت شايل حاجه من المرحومه من ايام زمان، فاللي فات مات واحنا اولاد دلوقتي. والمسامح كريم. ايه قلت ايه؟ ايه يا ست ظريفه؟ الولي راحت فين؟ مش عارف. يا ست ظريفه، ست ظريفه، الولايه اتاخرت على الله. الباقيه في حياتك. حياتك الباقيه. ألف مبروك. الله يبارك فيك. حد يلحقنا من القزة والمطاطة يا رجالة. ما تتعبوش نفسيكم، الخيرة فيما اختاره الله. ايه يلا. اتكل على الله. يا حاج انقذت حياتي. يلا يا سيدي. انقذت حياتي يا تحسين. صدق الله العظيم. شد حيلك يا معلم. شد بالله يا ابني. قضى اخف من قضى. الحمد لله. يلا خدت الشر وراحت. محدش يجي لك في حاجه وحشه. ده انا اللي باخد العصر. لا مؤاخذة يا حبيبي. شد حيلك. شد بالله يا ابني. اللي فاضل في حياتك بقى. الحمد لله. مع السلامه. اجيب لك قهوه بسكر يا معلم. قهوتي ايه؟ هربتني قهوه. الله يخرب بيت مخك. هاتي حاجه ساقعه وحاجه بشيشه وحصلني على فكره. حالا. عليا. يلا. ما تاخذنيش يا ست هاني، كل وقت وله اداب. يا
ولع معلم. اهي بقى سالكه وزي الفل. خف يا معلم، يا جماعه لسه ما ربعناوش. والجمال ايه؟ بقول ايه؟ وانا زي ايوه يا معلم. شوشو عاشور لخرم عينا. شوشو ده كان زمان عليا يا معلم. تروح للست زوبه وتقول لها المعلم شوشو، قصدي المعلم عاشور. عاشور غرض، ويجي يشرب فنجان قهوه ويتكلم معاك كلمتين. وهو انت برضو عاوز استئذان برضو يا معلم؟ ده حب قديم ومن فات قديم وتاء ولا ايه؟ معاك حق، بس برضو الادب مطلوب. والنبي يا معلم، كان نفسي البدله سموك من بتوعك اتمنظر بيها على الجو بتاعي. جتكنيله فيهم وفي اللي عايز يحطهم على جتته تاني. هم متلقحين عندك في البيت. ابقى لك تروشيكل وتعالى خدهم كلهم. ربنا يخليك يا معلم. يا حنين يا حنين يا شيخ حنين. يحيى فرت يا معلم. ده انا اللي فاير. قلت ايه يا جميل؟ ارجوك يا معلم ما تفتحش الجروح، سيبها ملمومه. ما خلاص يا زوبه، من هنا ورايح مفيش جروح. عليا النعمه ولا الجن الازرق يقدر يفرقنا عن بعض تاني. بس انا خايفه يا معلم. قولي لي خايفه ليه؟ ده احنا لبعضينا مهما حصل. شوفي حكمه ربنا، انت تتجوزي وتبقي ارمله وانا كمان اتجوز وابقى ارمله. هذا جناه ابويا يا معلم. وجناه امي كمان، هي اللي اختارت اللي ما تسماش وحلفت براس ابوها اللي لازم اتجوزها. اللي فات مات يا معلم. على رايك، المهم دلوقتي نحط طرب مولي على طرب مولك ونتوكل على الله. الحقيقه انت فاجئتني يا معلم، والموضوع ده عايز تفكير. خلاص اسيبك تفكري على مهلك. نعم افكر. ده ايه يا اخوي؟ انا موافقه ولا انت هتتمحك زي عوايده؟ الله يخرب بيت شيطانك، طول عمرك دمك خفيف يا مضروب. شوف يا مولي، الخميس الجاي ان شاء الله فرح تحسين على منى. الخميس اللي بعده فرحنا انا وانت يا بنوب. بنجني لحد الخميس الموعود. بسم الله.
انا مش مصدق عيني. من هو بين ايديك؟ تعالي بقى كده حبه بقى اصل كده. الله، انا عارف ان الجواز حلو من زمان. ليه كل ما بضمك بحس ان انا ما بعرفش انا مين ولا جيت منين ولا انا فين. قد كده بتحبني يا تحسين؟ هو انا لما كنتش بحبك كنت استحملت بلاوي امك؟ استني بقى تبقى ليه منى. ايوه يا واد وعرفت تنقي. ايوه يا واد خدت الاموره. ربنا بدو الواد خبيث ده قاعد يقول لي اربع لحد الواحد دماغه ملفت. ايوه يا واد وعرفت تنقي. ايوه يا واد خدت الاموره. ايوه يا واد يا دي النيله. يظهر ان فطر الاربعه تتخد الواحد يتهالوا حاجات نيله خالص. ايه اللي نيله يا نيله؟ لا اصل انا كنت قعدت اربع والواد خميس يقول لي انت بيت اربع ليه؟ وانا اقول انا بكلم مين؟ بكلم مين؟ ما انتش عارفني؟ بتشبه عليا؟ وفي الحقيقه الوش العكر ده برضه مر عليا قبل كده. عكر؟ انا زوزو هانم يا ابن حفيظه. زوزو؟ انت كنت فاهم انك تقدر تتجوز البنت من ورايا؟ ده بوحدك. هي سايبة ملهاش أم تحميها. يا مرحبا. تحسين يا خبر. تحسين لا تحسين. ايه يا حبيبي مالك؟ زوزو. زوزو مين؟ أمك. مالها؟ لا برضو واجب الواحد يرى الفتحة اللي راحها. لا يا حبيبي يا تحسين قد ايه انت طيب. قوي. طيب قوي خالص. نهار ابيض. النبي النبي تحسين النبي. توبة ان كنت اربع تاني. توبة والنبي توبة. ايوه يا واد عرفت تنقي. ايوه يا واد خدت الاموره. احمي ايه اللي بتعمله ده قليل الحي؟ مش تختلش عيب؟ لا ده الموضوع مش موضوع ارباع بقى. رد عليا هنا. ايه اللي بتحببه في البنطلون ده؟ بفك الزراير عشان العب. اتقلعت دماغك من جسمك. طب تلعب جام يا واد مش تختلش عيب؟ يعني انام بهدومي؟ شوف لك حته تانية اقلع ونام فيها وانت عامل زي البورس كده. ايه ده؟ هي حصلت الشبشب؟ لا بقى. ايه ده ايه اللي بتعمله ده؟ ايه يا حبيبي انت بتكلم نفسك؟ بنفس مين؟ هي نفس شبه كده؟ بكلم امك يا ست هاني. والله العظيم بكلم امي. يا حبيبي انت لسه قايل فتحه عليها. امك رجعت تاني. رجعت تاني؟ ازاي بس؟ ازاي بس ده مش مصدقاني؟ امك رجعت اكيد ما حدش يقدر يقبلها فوق لا في الجنه ولا في النار. قامت رجعت تاني طردوها من فوق. قطع مش مصدقاني. والله العظيم امك اهي وقاعده لسه اربع قطع على السرير. يا حبيبي السرير فاضي. بس اما اشوفه. هو مين؟ حنوتي الكلب اللي دفنها. كان لازم يبنوا فيها هرم خوف عشان ما تهربش. تحتين انا مش ممكن اقعد معاك وانت بتتكلم مع ماما بالشكل ده. الله منى تعال هنا يا اخي. انت وليه انت مش اتكلت على الله وسبت في البكابورت؟ وسلمت الامانه للي خلاها سبحانه وتعالى زي كل الناس؟ الحمد لله. امال ايه اللي جابك تاني؟ خدت لك اجازه مفتوحه بدون مرتب وقعدت لك لحد ما اطلق البيت واجوزها واحد على مزاجي انا. لا يكون في علمك بقى لا انت ولا عفاريت البلد بقى حالها يفرقوا بينه وبين منى. يا بنتي اهدي امال. تحسين معذور اصل امك صعب قوي ما تتنسيش بالسائل. يا بابا ده قاعد بيكلم نفسه في قلب الاوضه. اذا كانت خليت ابوك يكلم نفسه في ميدان التحرير يبقى مش هتخلي جوزك يكلم نفسه في اوضه. ايوه مين تحسين. اللهم تعالوا خير.
حد يخرج في ليله زي دي. مالك يا تحسين؟ مش موافق على الجواز. معقوله؟ دي منى بتحبك. انا بتكلم عن امها. امها مين؟ ده كله في المجاري يابا، ولا انت ناسي؟ تصور، تقول انت فاهم يا ابن حفيظ ان ملهاش ام تحميها، ده بعدك. هي مين اللي قالت لك كده؟ حفيظه ظريفه. يا سلام. والمصيبه لما جيت اقلع هدومي، انت عارف يا خميس الواحد لازم يقلع هدومه في ليله زي دي. ايوه مش كده برضه ولا ايه؟ انا طبعا مش لازم الواحد يقلع هدومه. لا اكيد. عملت لي فضيحه. راحت بص لي وقالت لي انت بتقلع قدامي يا فندي يعني للحياه؟ هو انت ما عندكش دم؟ ما عندكش خشه؟ مين هي اللي قالت لك كده يا تحسين؟ يا خميس بقول لك امها. امها؟ انت اتجوزت امها يا تحسين؟ امها ايه؟ لا انا متجوز بنتها، فبنتها تقول ابقى انا مرات جوز امها، يعني انا وجوز بنت امها في الجوز امها. اتحكي ليه؟ اجيب لك فنجان اسبرين وقهوه. فنجان اسبرين وقهوه؟ اقول لها رجعت تاني ازاي؟ تقول لي خدت اجازه مفتوحه. شوف الحلاوه. لا حول ولا قوه الا بالله. بيني وبينك تلاقيهم في الاخر رجعوها تاني عشان يخلصوا منها. اعمل لك فنجان قهوة. ايه يا خميس؟ انا عايز اذكر عشان انساها، عايز اربع. تحسين عاوزي اربع. اللهم اكفينا شر الفضايح يا رب. ايه ده منى ده؟ يا بنتي مش معقول كده. خشي نميلك شويه، ده احنا بقينا وش الفجر. يا بابا انا عايز افهم هو ساب البيت ومشي ليه؟ البركه في امك. صدقي بالله يا منى انا ليله دخلتي عليها اربعت اربع ازايز كونياك كله فوازير، ده غير ازازتين طافيه وازازتين عرقي وبوظه كمان، وكل ده عشان انسى ان اتطشت في مزاري واتجوزتها. ونسيت يا بابا. كنت اخد الكاس اطلطش واتوزن، ابص لها السبرتو يطير من دماغي وافوق، اخد الكاس التاني اطلطش واتوزن، ابص لها افوق، وفضلت على دي الحال، اطلطش واتوزن وافوق، اطلطش واتوزن وافوق، اطلطش واتوزن وافوق، لحد ما عرفت ان مفيش فايده ومفيش مفر من امي. ومرت الايام وحضرتك شرفتي، الدنيا اتصلحت واحلوت بوجودك. عارفه منى؟ انا استحملت الغلب ده كله عشان خاطر عيونك انت. يا حبيبي يا بابا. يلا بنتي خشي استريح شوية والصباح رباح. منى يا حبيبتي، وبعدين بقى قربي مني شوية. يا تحسين انت فاهم غلط يا تحسين. بحبك انا بعبدك. انا خميس. والله ما تكوني جمعة حتى. هقول هنتظر يا خميس. يو انا بغير بقى. بغير يا تسحيل. يا تحسين انت زودتها يا تحسين. اصحى فوق تحسين تحسين تحسين. امال فين منى؟ منى مين؟ منى حبيبتي فين؟ منى منى يا منى حبيبتي يا منى تحسين. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يرحمك يا أمي، كانت دايما تقول لي ما تنامش جنب واحد واخد زومبا من مراته. أمال فين تحسين يا معلم؟ والله مش عارف، ما لقيتوش البيت. يا بابا لا يكون جرالك حاجة. ألف مبروك العريس لقوه. أنا عاوز الحلاوة. حلاوة يا جدعان؟ أنت فاكره معزة تانية؟ العريس أهو فضلوا استلموه لأنه من ساعة كان ينظري على الوصل. الله يخيبك راجل، لما أنتوا مش قد الأرباع بتتنيلوا بتأربعوا ليه؟ وأنت عرفت اللي حصل يا معلم؟ على العموم جت سليمة. بنى أنا آسف أوي حبيبتي،
انا مش بتاع الحاجات دي. اصل الواد خميس قبل كتب الكتاب خدني في السر كده وقول لي خد اربع، وفضلت اربع 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 لحد ما بقيت كفت. حقك عليها حبيبتي. انا عازماكم على الغدا النهارده، هطبخ لكم من ايديا حمام محشي بالفريك. تسلم. أبداً لازم بيت الباب، أصل يا روحي نويت من بكرة أمنع كل كلام الناس. أقوم منك أقوم من بلويها، أما دي حق عليها الكاس، عايزة جنازة وتشبع فيها، لا تنورني على العرس. الخلولي بقت مسكين ليل نهار حالة نفسية، اعرف اسمي كان تحسين ولا تغير بقى حسنية. فهم غلط كان الظروف، حط النقط فوق الحروف وقل وريح قلبي، طمن ظهر شبابي. كنت الاول سلبي من دلوقتي ايجابي، عارفه السبع بتاع الغابه، لو اقول لك اكون كذابه. تقدري من دلوقتي تقولي ان ما بيني وبينه غرابه، والعشرين زيه يبصولي يطلعوا يجرولي ويشوفولي. الجو رق والنور وصل، بقت القلوب زي البيوت لما تكون متحققة في الحبايب زينا. حبيبي جه زي الأسد يكشف عليه مين الحسد، برق التمام من الاتهام وبقت علي مطمنة، مثل الحبايب زينا مثل الحبايب زينا. احم احم احنا هنا ليلة كلنا ضاينا. عدالي ده عدالي، شوف الحلاوة، هتفضل اعدالي. شوف يا ابني، انا هقول لك كلمات وانت تقول رد الفعل عندك، بس بكل بساطة اي رد يجي على بالك اسكعه على طول. اسكعه؟ فضل يا دكتور. منى وردة حلوة. حماتك بتنجان اسود. معلم عاشور اوف ابو ودنين. اقس الله يكسفك. في ايه؟ مالك يا معلم؟ سامع يا سيدي صاحبك بيقول عليه اوف ابو ودنين؟ انا اوف ابو ودنين؟ الله يطلعك يا تحسين، انا قلت له 100 مرة ما يقولش الحكاية دي قدامك. ها؟ معلش يا معلم، اصله بيتعالج. يتعالج ايه؟ دي اللي اتحرق. يا معلم هو دلوقتي في نوبة صراحة، وتلاقي عقله الباطن هو اللي بيتكلم. يعني هو حكيم الباطن. تمام. اعتقد ان تحسين عنده عجز جنسي. لا مؤاخذة، يعني ايه عنده عجز جنسي؟ عنده الظاهر ان ما عندوش يا معلم. مفلس؟ تحسين مش راجل يا معلم. كفر اسود ومنيل بستين نيله، يعني بنت اتجوزت حرمه. على اي حال ده مجرد احتمال. طب ازاي يا دكتور هنعرف الحقيقة؟ شوف ايوه، مفيش غير انك تاخده وتقضي معاه ليلة حمرا.
وبعد الليله دي انا هقدر احدد. طب نزل ايدك من عليا. كلام ايه ده يا دكتور؟ شفت حاجه عليا؟ حد قال لك اني عيب؟ عيب يا ابني، عيب الكلام اللي بتقوله ده. انا اقصد انك تشوف له واحده، تشقط له واحده يقضي معاها الليله. اشقط انا؟ انا على اخر الزمن كلام سهل على كده. خلاص خلاص. حاضر. ده صديقك ولو عليك حقوق. ايوه ده كتير يا دكتور، ده انا ما عملتهاش مع نفسي لحد النهارده يا عالم. ان ما كانش عشان خاطره هو يبقى عشان خاطر انا وبنتي يا استاذ. امري لله، بس ما حدش يقول لحن ناظم. شوف انت تاخد الجهاز ده وتثبته في السرير من غير ما ياخد باله، تخمه يعني. اخمه؟ ايوه يعني خاله. بس واخد لي بالك، وقبل ما يحصل اللقاء العاطفي المنتظر تديني خبر هنا في العيادة، وانا حراقب كل حاجة من الجهاز ده. ايه الخبر زي بعض يا جدعان؟ يعني الراجل يبقى قاعد في اوضته وقافل بابه عليه، وانت تراقب وتكشف ستره كمان؟ وبعدين؟ وبعدين؟ دي سكيروشيا يا معلم. استر اسكت. هو قال لكم ايه الدكتور؟ خير سليمة ان شاء الله. سليمة. تعال 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 معانا. توكل على الله. يلا بينا. وفي ايه؟ الحمد لله اللي جزاك مخلوق يا معلم. والدكتور قال لكم ايه؟ والله هو بيقول يعني ما تتكلم يا استاذ. ايوه يا معلم صبر. طيب ما هو عمال يسال وانت مبلم. اتكلم اتكلم يا استاذ. ايوه بجمع افكاري وارتبها يا معلم. الحكايه بقى فيها تربيع وترتيب. انا من ساعه ما قال لي انتوفوريا وانا مش مستريح. شايف؟ اي ايه؟ يلا يا سيدي. الدكتور قال لنا ان اعصابك تعبانه شويه ولازم تقعد في شقتي يومين ثلاثه لحد ما تروق وتبقى عال. وما اقعدش في شقتي انا ليه؟ ما انت عارف بقى اللي بيحصل لك في شقتك. ومنى؟ منى ما تتكلم يا استاذ. يا معلم مش كتف ده اللي بتضرب عليه، كتف التاني. ما هو الراجل عمال يسال وانت مبلم. فهموني ايه الحكايه بقى بالظبط؟ اصل منى رخرة لازم تقعد عند والدها يومين لحد اعصابها ما تستريح. مش كده يا معلم؟ براو عليك يا استاذ الاساتذه. ما هو ده اللي قال عليه الدكتور بالظبط. انا استحيل اقعد بقى بعيد عن مراتي. ايه؟ هندوحر مع الدكاتره النفسوانيه كمان؟ افترض انت ومنى روحتوا البيت، ما هي المصيبه هتحصل تاني ويرجع ابوك عند اخوك. طيب اللي تشوفوه. دول عبال ما وضب لك السرير والاوضه احتفالا بشخصك العظيم الهايل. يا عظيم يا هايل. وايه ده اللي عظيم وهايل؟ اكيد الانتفوريا واضحه عليا. مشوار صغير رايح اقضيه واجي. طب اجي معاك عشان انا بخاف اقعد لوحدي. لا 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 دكتور قال ما تخرجش ابدا، لازم تستريح في البيت. طب ما تاخرش عشان انا زهقان. والله يا صديقي حسب التساهيل. ادعي لي ان ربنا يوفقني. اتكل على الله. كل يوم هشرب من نفتالين ده. Thank you.
فاضي يا متشكر يا استهانم، انا مش عايز فلوس. امال عايز ايه؟ مش انا اللي عاوز، هو اللي عاوز. هو مين؟ زميلي. يعني لو سمحتي 5 دقايق من وقتك تبقى عملت عمل انساني كبير. انا مش فاهم انت عاوز ايه بالظبط. مش انا اللي عاوز، ده هو. ومستعدين ندفع لك اللي انت عايزاه. ها؟ يا صيف يا فندم. في ايه؟ في ايه يا فندم؟ عاوز حاجه؟ انا مش عاوز، هو اللي عاوز. هو مين؟ زميلي. عايز ايه؟ الهانم بس 5 دقايق وهنرجعها على طول. بس بعد ما نطمن. تطمن على ايه؟ امسك. اصل زميلي الدكتور قال له انا عاوز حاجه. ندفع لك اللي انت عايزه. انا شوف حد لك اللي انت عايزه كله. ادي جنيه وهات الباقي. ها؟ اتفضل يا مدام. اتفضلي. سعاده البيه. المساله كلها مش هتاخد اكتر من 10 دقايق. على ما سيادتك تشرب القهوه نكون احنا اطمنا. اعمل فيك ايه؟ اعمل فيك ايه؟ اعمل فيك ايه؟ قليل الادب ليه؟ انت مش هتجيبها لبره، انا هلبك بقى. اوعى. اوعى انا هتفرج. راجل ولا مش راجل؟ انا مضرب ليه يا معلم؟ هتبهدل ليه؟ خسارة عالم اللي ما عندهاش ذوق ولا انسانيه. بقول لها سعادة البيه هناخد الوليه 10 دقايق عبال ما سيادتك تشرب القهوه عشان نطمن على الراجل. وعينك ما تشوف الا النور عليه مرزبه. انا مالي باللي بتقوله ده كله. طمني الاول، هو طلع راجل ولا لا؟ يا معلم انا مستقل من الشغلانه دي، انا شقتي تحت امركم، انما انا ما اقدرش انضرب في اليوم مرتين، ما حصلتليش في حياتي. ايه يا اخي ده؟ ايه اللي بتقوله ده؟ اسمع مولى. ايه يا معلم. وربنا انا كان قلبي حاسس انك دغوف ولا تنفع تصطاد حاجه ولا تعمل حاجه ابدا. مالكش دعوه انت. شكرا يا معلم. اروح انا الاسعاف اريح شويه. ريح ايه؟ خليك هنا، خليك. بلاش اهاجر. هاجر ايه؟ انا هنزل استقبلك واحده على الفرازه. اخر حلاوه. كنت عارف ايه وشاو. وطي صوتك احسن منى تسمعني يا معلم. لا ما اصل منى خدت البت النبويه وراحوا عند زنوبتي ومسكت فيه والمهيبات عندها. على اذنك بقى نلبس حاجه عليا عشان اروح. طب بس ما تاخرش يا معلم لان الدكتور زمانه مستني. انا خايف على الدكتور اللي هيتعبي. خدي يا حبيبتي اشربي كوبايه الليمون دي وروقي دمك. متشكره يا زوبه، مش عايزه. حياه النبي عيني وصابتكم وصابتني معاكم. ما انا جاي عشان اقولك مش هخلي بابا ياجل جوازكم اكتر من كده. يا حبيبتي يا نور عيني، هو انا معقول يجيلي قلب اخش دنيا وانت لسه واقفه على بابها، رجلي برا ورجلي جوه. يا حبيبتي يا زوبه اصيله. قولي يا منحوسه يا زوبه. بقول ايه؟ عن اذنك اما اروح ازور واحده جارتي عيان. طيب يا حبيبتي. عن اذنك. اهلا وسهلا، اتفضل يا سلولة، خش برجلك اليمين. مش معقول، بحبه. ايه ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انت بتحبني وانا بحبك. بحب مين؟ مش انت محمود مليجي؟ مليجي مين؟ مين انت؟ مين ده؟ ما انت زي اللولة. هي دي ما انا زي اللولة. ايوه انا بتاعت التجربة. يا معلم. معلم ايه؟ سوري يا مدام. لا ما تسيبنيش لوحدي يا مكرم. ثانية واحدة. ايه؟ في ايه؟ مالك؟ مالي ايه؟ ايه مرعوب ده؟ ايه؟ هي دي عريضة قوي. عريضة مين؟ عارف اللي مش عاجباك دي؟ كانت موقفة شارع عماد الدين على رجل واحد. دي ولا شارع عماد الدين ولا شارع الشوارب حتى. يا معلم احنا عايزين نعالج تحسين، مش عايزين يقطع الخلل. فاهم يعني ايه؟ هتقعد تتفلبس؟ انت تروح توديها له، مالكش دعوة. يلا. تعالى. لو ليا
ابو سيدي. لا انت بتحبني يا ولية. انا لا عاوز حاجة ولا حبها. هو اللي عاوز. يلا بقى اديني بؤس. انا حد عامل لي عليها. اديني بؤس. ما اديش لحد حاجة. اوعى تخاومني. اوعى تخاومني ابدا يا ولية. ابو ايدك. ايه ده؟ ربنا معايا. ربنا معايا. ربنا معايا. كده جاي تهزقني هنا يا معلم؟ معلش يا دول الراجل سرجن. معلش بقى يبقى البركه فيك انت يا معلم. كده معلش. وانا حتى علقوني من كل حاجه. لا يا معلم. لا ما هو انا فاهمك. انا فاهمك. لك اهو يا عينيا ولا زيك اهو بالرجال والنبي لو ترضى عليا لافتح لك قلبي وكالة من غيرك ليا يا اختي يا شربات اختي يا وليا اللي اختي شواته اتلمي وخلي بوشك دم هي اللي تشوف انك تتلم تدوب جوابات وتموت موتات وتسيح سياحات وتروح وحدك كده بالاحضار وتروح وحدك كده بالاحضار. احضني يا معلم يا مبين يا بولين وغن هربا وغن هربا. خليك هنا خليك بلاش تفارق طبعا ناخد فيك سنة سنة وقيدة تارق. عليك يا اختي ويا روحي عليك يا روحي لما تكون يا جميل مكتوب صارت ليا قالوا لي هوا. انا عندي كلام انا عندي كلام بدي قالولك انا عندي كلام بدي اقتنعك. عايزه تقولي ايه؟ اخلصي طيبك لما عليا يفوت نمشي الليل وين تفتح عيش واموت اموت وانا موت موزيل. عيبتني على وش جواز من حبك وعمايله يا ابو قلبي كانه جلاد وانا بترجح وبحيله وانت العيش مخبات لا وحتى بقيت مصيد وانا اجيب لك على بحسان واعمل لك اللي مايله. وحشتوني وحشتوني. مين دول اللي وحشوني؟ عيونك وحشوا عيوني. دول مش عايزين يشوفوك يا اللي مش عليك مكتوبه وبعادك عني رتوبه. طب اعمل ايه معذوبه ودنيا بقت مخطوبه. ادي صوبة صحة. لا 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 قلبي صوبة صحة. لا 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 ما تفكرش فيها ودي صوبة صحة. لا 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 هي اولى فيها ومن السهل صحة. لا 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 يا معلم يا معلم يا كنت يا مر زي بعضه روحنا في داهية. احضني يا معلم يا شيخ اتنيني انا دمي هيب. بقولك ايه تعالي هنا معلم. فين يا معلم؟ تعالي. لا انا فين؟ خش الاوضه دي. لا لا تعالى معايا. هو هنا. هو معايا ايش ده؟
طبعين على ايه بس؟ حاضر. مين بيك؟ ازيك؟ ايه اللي جابك دلوقتي؟ قلت المنى رايحه ازور واحده جارتي عيان. وقلت اشوف تحسين. ها قال ايه الدكتور؟ دكتور ايه ده؟ انا عايز دكتور يا دوبه. عيان؟ يا لهوي يا معلم، ده انت حضرتك مرتضى. اما جيب ميزان حضرتك. ايه مش عايز؟ لا انا طبعا الزوبه اصلا مفيش داعي. مش لزوم يا ستي، بس والله انت غالي عليا. الله يخليك يا حاج، انا غالي عليك. لو كنت غالي عليك مش عايز حاجه. مش عايز. الله، انت مالك مش عايز نخش الاوضه دي؟ انت مش على بعضك ليه؟ الاوضه يعني انا بقى. انت فين يا معلم؟ انت فين يا الله؟ انت عندك ضيوف يا معلم؟ الله الله، ودي تطلع مين دي؟ انا نجوى فؤاد. اخفى عليك يا خاين يا رشاش، بقى يا راجل تسرب منى وشغال طباعهم عندي عشان تعمل عمودك السودا دي. وربنا يا دوبة انا بريء. اخي يا مش اسمي انا سامع. معلش سامحني بس شوية يا فهد. كل حاجة. تعال يا معلم. مين الست اللي بترميني وتحكد عليا؟ سيبيني في نسبت ونسيب جوز بنتي يا بني معروف. يا خيبتكو يا خيبتكم، مش كنت تقولوا انكم مش هتعرفوا وتتصرفوا؟ اهو ده اللي حصل. انا هتصرف. يعني مؤاخذة انت تستقضى حاجة بمعرفتك. اسكت انت يا خدتك يا خدتك. بذمتك خدت ثانوية عامة؟ بس شو يا انت؟ اسكت بس يا معلم. انا اتكلم. الو كباريس وستار المراهق، مدام نونة من فضلك. نونة؟ أهلا نونة، إزيك يا نونة؟ يا بنت طعم أنت يا حلوة. أنا دكتور ويليام. نونة أنا عايزك تمر عليا دلوقتي حالا. لا 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 لا، شغلانة مهمة أوي. اي خدمة؟ انت بتاع المساج؟ لا انا بتاع التاريخ. لا لا لا، انت بتاع المساج. يلا عامل احسن مستعجلة، ابتدي الجلسة بسرعة. جلسة ايه يا استاني؟ اكيد حضرتك غلطانة، انا زي ما قلت لحضرتك مدرس تاريخ. ان كان يلزمك حصة انا تحت امرك. اوكي اوكي. انا مدرس تاريخ مش مدرس طبيخ. انت قلعت ليه؟ عشان نبتدي الدرس. مرة بابليون بابليون برابر كان نازل يشتري معسل، راح عند الراجل بتاع بابليون برابر ما لقاش الراجل بتاع المعسل. ام قالت له انت ما لقيتش. اما ام بابليون برابر قالت له ما حسيتش. عظيم عظيم. خير يا دكتور؟ طمنا هناك. خف شوية علي، خف شوية يا معلم. دي لسه مرحلة تمهيدية. وتحديد بعد ابراهيم باشا جوا على طول زكي. ايه ده دكتور؟ بتبوسه بتبوسه. ايه ده عن نفسك؟ بتحترم. عليا بقول لك بلاش حركات الاوتوبيسات دي. خير يا معلم. هو عليه السراوات وبعد ذاته السمات. هو دلوقتي اللي بيبصها يحضنها. خش خش. تحسين مات؟ مات. الف مبروك الف مبروك يا معلم، الف مبروك. الاستاذ تحسين في غاية القوة والحيوية والنشاط لدرجة ان الجهاز اعصابه ما استحملتش. ايه وسيبة العراجل. الله الله. وسيبة العراجل. الله الله. وسيبة العراجل. اشكرك يا رب. تحسين طاب والمعلم اتجنن. خلاص. طب والحالة اللي بتجيله دي يا دكتور؟ دلوقتي اقدر اقول لكم ان الحالة بسيطة، ما تخافوش. حلاوتك انت. قول قول زي حياتك. قول انا هجيب خايف. هو دلوقتي في صراع نفسي، مش قادر يصدق انه اتجوزها بعد ما كان فاقد الامل وعنده احساس بان امها بتطرده. عشان كده اقترح انه ياخد مراته ويروح يقضي شهر عسل في حتة بعيد عن الشقة، في لوكاندا مثلا. شكرا يا دكتور.
الباحث. حازم استاذ. ايه العمليه اللي بتعملها دي يا تحسين؟ فتشت القطر كله. معلش يا حبيبتي، الاحتياط واجب. كان لازم اطمن ان اللي ما تسماش ما جاتش ورانا. وبعدين بقى يا تحسين، ما تنساش انها امي. انت زعلانه مني؟ انا زعلانه عليك انت. وانا زعلان على نفسي ومن نفسي. عشت طول عمر احلم بيكي واتمنى اكون جنبك، ويوم ما نكون مع بعض يحصل اللي يحصل ونتحرم من بعض. عمرنا ما هنسيب بعض يا حبيبي. انا جنبك وهفضل جنبك لاخر يوم من عمري، ودي كلها ازمه وهتعدي على خير باذن الله. يعني هنقدر ن تحسين. بقولي لا مش هناك. انت لسه برضو زعلانه مني حتى بعد ما عرفت ان انا بريء ومظلوم. انا زعلانه على بختي اللي مال وحظي اللي اتعاوق. ما خلاص هانت، انا غشيش قلبي من جوه. هانت ازاي وانت جاي تاجل الفرح؟ ما هو ما يصحش انا اتجوز ولسه بنتي عذراء. ما هو لو نستنى بنتك اما تخش دنيا مع ست حسين هكون انا بقى سبقتك ودخلت الاخر يا معلم. اهدى زوبه، الموقف صعيب وانا حالتي اصعب. صبر يا زوبه صبر. هشتري منين يا معلم؟ مش كفايه اني طول الليل نايمه وحضن الوساده الخاليه، وانا وربنا طول الليل معبط في المرتبه، واصحى الصبح الاقي نفسي اغرق اغرق تحت السرير وبكسف اقول ده انت تمشي من هنا وانا دموعي تنزل على خد رش، تقول تعالى يا معلم الحقني وشوف اللي جرالي. لا 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 بلاش كده زوبه بلاش، احسن احنا الاتنين طايشين وجايز في لحظه انسجام نغلط ونخلف طفل الخطيئه ونسميه سراج. داكس داكس استنى استنى وحدة استنى، خش انت روح خلي دي هنا لقادة فلسطين وحياتك. مالك يا اسطى؟ هي الدنيا طارت؟ ايه ده يا حسين؟ اطلع حضرتك. يا لهوي امك ماما ده ايه الشاشه بقى؟ علاج دماغي؟ عاد كده؟ هتسرقك لما شافت خلقتك. لو قلبك عليها صحيح طلعها، ده وعدك. خلاص والنبي لا اكون شاربه من دمك النهارده. اللي عملها سامحني يا حبيبي، والله لو ما كنتش شفتها بعينيا ما كنتش صدقتك.
شفتها كانت ماشيه في التاكسي ازاي؟ انت كنت عايز تموتني. كان نفسي اموتك لكن نزلت معاك ما قدرتش. طبعا بس والنبي يا ماما عشان خاطر يا ناس، كان نفسي اظهر لك لوحدك عشان اجننك، لكن من خوفي عليكي اضطريت اظهر لك عشان تعرفي ان امك بصحه جيده. سامع يا مقطف؟ يا ماما حرام عليك اللي بتعملي ده، ده ما يستاهلش العمال دي كلها. يطلقك واجوزك واحد بمزاجي وتبعدوا عن بعض انتوا الاثنين. لكن انا مش عايزه اتطلق وانا بحبه وهو بيحبني. كانت الخيبه طب ايه ده؟ حب واحد زي ابوكي نص نقل، مش تحبي لي فيسبه؟ انا فيسبه يا ولاد؟ ايوه. ما هو قله ادب بقى، انا مش عايز فاهم ولا لا؟ انا بقول لك بقى، ها واحنا جدعان قوي يعني. اداني بقى طراوه كده ليه؟ انا حاسس بطراوه. ايه يا ولية انت عايزه تعملي ايه بالظبط؟ ايه ده؟ غسيل كويسي؟ لا كده اعطف بقى وكده احكام. ايوه باي باي. الهدوء الهدوء يا بنت المجنونة. اه خليك كده خالي يا ولية، هات الهدوم ولا اطلق اطلق فيك العايد ما بلك. يا خبتك يا نور دوم يا نور دوم يا حيوان. يا ولية يا ابني عايز تقول عايز تقول الهدوم احنا مش عارفين طيب اطلق اطلق فيك العايد ما بلك. ايه يا ايه بس ايه انت زعلت يا حبيبي؟ عبد البوش انت البوش يا روح. باي باي جود باي باي باي. انا مره دور انت ولايه هاتي يا ولايه ما صحش يا ولايه هاتي الهدوء. يا ولايه راحت فين؟ يا ولايه هاتي الهدوء. يا ولايه يا ولايه ما صحش كده حضرتك. يا ولايه حضرتك كده سيب ال سيب سيب ال يا ولد يا تحسين. بصلي يا ولد الشرطة اهو 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 يا نهار اسود الشرطة اهو. يا ولد احتاج على دمك وهات البتاع. لا انت خفيفك الشرطة خليك ريح على نارك. باي باي باي. انت يا استاذ انت يا استاذ ما حدش ينزل الحمام بهدومه داخلية. اللي انت بتعمله ده عيب يا محترم. غصب عني والله يا محترم. طب اتفضل اتفضل اطلع بسرعة. ما اقدرش. وجودك في الحمام جرحة. وطلقي بالحالة اللي انا فيها دي جناية. بقول لك اطلع احسن والله العظيم. يا سيد انا عندي موانع شرعية. ما تفهموها بقى. افهم من كده انك مش عايز تطلع؟ يا عبدو يا مصطفى تعالوا هنا بسرعة. خلي الراجل يطلع من البحر. يلا اوعى حد يقربني. اوعى حد. هتطلعوا الستات الاول. انا غير مسؤول عن اي حاجه. المساله هتتكشف. اوعى ايدك طلع الحريم طلع الحريم. انا ماليش دعوه طلع الحريم. كل واحد يخلي باله من نفسه. تعال هنا تعال. ايه الحكايه؟ هو مذاكر معاكم ليه؟ مش عايز يطلع ليه الراجل ده؟ قال ايه بيه؟ قال ايه؟ سيادتك عايزني؟ جنابك لازم تفهم ان ده اوتيل محترم ولا يمكن اطلاقا اسمح لك بالمسخره اللي بتحصل دي. مسخره ايه بس يا بيه؟ في اكتر من الحاله اللي كنت بيها في الحمام؟ في حد في الدنيا ينزل الميه من غير ال وهو يعني هقول ايه بس؟ الله يخرب بيتها. هي مين دي؟ الشركه بتاعت الاساتك بتاعت المسائل. الاستك من دول ما بيستحملش حاجه. تصور سعادتك ايام زمان كان استك ابويا يلف علينا كلنا من عيل للتاني للتالت من غير ما نقطع، وفي الاخر خالص نعمله نبله ونضرب بيه العيال. بس 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 اتفضل يا استاذ اتفضل اتفضل. وارجو ان دي تكون اخر مره اسمع فيها عن تصرفات بالشكل ده، مفهوم؟ والا هضطر اقف منك موقف ما انتش حمله. ربنا يستر بقى وما تطلعش تاني. هي ايه دي اللي ما تطلعش تاني؟ اصل انا بفتح الباب دايما تبص تلاقي هي طالعه في قلب اللي. فانا لما بطلع هي. السلام عليكم. الناس دي جرالها ايه؟ انا مش فاهم حاجه خالص. مبسوطة ست الاهانات دي كلها؟ انا الراجل وقفنا قدامه وقعد يهزق فيا كانت لمسه؟ يخرب بيتك هم سابوك تاني؟ انت عايز تعمل لي ايه يا ولية يا اسرع؟ يا ماما يكون في علمك لو تحسين جراله اي حاجه انا هموت نفسي. ارد عليك يا حبيبتي ما تقوليش كده، ان شاء الله هو واللي يشدد له. ليه بس يا ماما؟ ده تحسين شاب لطيف وبيحبك. حبه قرد.
معلش يا حبيبي، طب عشان خاطري يا ماما، عشان خاطري اديله فرصه يثبت لك انه بيحبك. اعتذر لها يا تحكيم. حقك عليا يا ست، انا غلطان. هات راسك ابص. اوعي شيل ايدك، انا جدتي متلبشه. طيب ايه رايك لو سهرت معانا الليله دي في النادي الليلي بتاع الاوتيل؟ مفيش مانع. مش من بتوع الجمعية، انا عارفاهم فرخة بلدي من اللي امك مربياهم. هتلاقي مكرونة سباكيتي وفرخة بلدي من اللي امك مربياهم. نعم. وهتلاقي بتنجان مخلل عشان هي بتحب البتنجان المخلل. احنا بقى جاب لنا 2 شوربة فراخ من اللي امك مش مربياهم، وبعدين بقى و2 اسكالوب بانيه من اللي ابوك مربيهم. يلا بتسلوح ليه؟ اتفضل امشي، هقلب عليك وغم هنا بقى. تحت امرك. يلا منورة يا حماد. مالكش داعي. الاسباكيتي والفراخ بتاعت امي عطاها فين؟ ايوه هنا يا ابن المطبوخ. مربيها دي مراتك اللي مربيها. اكلك منين عيني يا فرخ؟ اكلك منين؟ ايه ده قاعد متصل ايه؟ اتفضل اتفضل شيف شغله بس حاضر. اعوذ بالله من الشيطان. اجيب لك تحت بصل يا حمادي ولا بتحبي بابا غنوب؟ اما بتعرف
حش انا متأسف فاتتلي دي. تفضل تاخد كام وتسيب الاوتيل وتمشي من هنا خالص لو سمحت. ما بنقول من الكلام بجد تاخد كام يا معايا يا معايا. مبسوطة ستي؟ معلش يا تحبيبي، نشوف لنا أي لوكاندا تاني؟ مش ممكن، المرة دي جت سليمة وطردونا من لوكاندا، المرة الجاية هيودونا مستشفى المجانين. ربنا يخليلك بعقلك، أهو طول ما أنت على الرصيف كده وأنا متكيفة جدا. مبسوطة من طولة لسان أمك؟ شاهدة على ابن المهفوفة ده؟ ممكن يا ماما نروح لوكاندا تانية ننام فيها؟ رجلي على رجله. لا رجلك على رجلنا ولا رجلنا على رجلك. إحنا هنبات هنا على الرصيف لحد الصبح. وساعتها حلال الف حلال. استريحتي؟ قوي. مادام هتستنوا في الشرق للصبح يبقى انا مطمنه قوي ان مفيش حاجه هتحصل. تصبح على خير يا حبيبتي. وانت تصبح بالهم والغم. هتروحي فين يا ماما؟ راح الكندا تاني انام فيه ولا فاكراني وش شوارع زيه؟ وحسك عينك تفتكر ان انا نايمه وتعمل كده ولا كده؟ هتلاقيني بقضوا مرقبتك طوالي، فاهم؟ وانا بعد اللي شفته ده بقى فيا حل؟ اتفضلي بقى اتكلي على الله. يلا. ايه ده انت بتطردني؟ هو انا كنت قاعده ببيت ابوك يا ست؟ انت ما طردتك ولا الحكايه بقى جر شاكر وتلاقيه جيتك يعني؟ يا جماعه مش كده، حرام عليكم. ما انت سامع امك. وانت مش سامع جوزك؟ معلش استحمل يا حبيبي. انا هطلع يا ريت. وبعدين معاكي بقى يا ماما، لو جوزك ده بني ادم وبيفهم بصحيح اقل ما فيها يوقف لي تاكسي ويركبني ويقول لي مع السلامه يا حماتي. معاكي حق يا ماما، تحسين روح هات تاكسي لماما. تاكس؟ الله يرحم ايام ما كنا بنشعبط في الترماي. سامعة؟ تاكس تاكس. اتفضلي يا ست هانم. خد بشيش. من فضلك توصل يا ست هانم للوكاندا اللي هي عايزاه. يا ويلك يا سواد ليلك. حضرتك عايزه ايه للوكاندا يا استاذ؟ بقول تحب تطلعي على هذه اللوكاندا؟ الله بسم الله الرحمن الرحيم. يا راحت فين؟ يا شباب تاكسي 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 تاكسي. اتفضلي اطلع. ايه اللي بتعمله ده؟ انا عملت حاجة؟ يا اخوانا عيب العمال دي. اي ايه ده؟ ما تخلوا عندكم دم بقى. طب اتفضلوا انزلوا. نقول لنا انزلوا. ايه ده؟ ده اللي بيحصل لنا. انت خليهم البواخة بتاعتك. ايه ده؟ هو مفيش تكواس يعني؟ يلا يا خلاص يا دي. يلا يلا بينا. يلا خلى على ورق زوق بقى. يا شيخ بالهنا ادينا نازلين. اتفضلوا. حد يكلمك؟ حد يتعذروا وقتك؟ اخرج. ايه فوضى؟ لا ما هو ما تتجسميش كده بقى احسن اتجسم انا كمان. امي دي حاجه جديده عليا. ده بسيطة خالص. عارفة كل الحكاية ان احنا بنتلخبط على بعض ونقوم خايفين شوية عيال. طب لخبطني بسرعة والنبي. بسم الله الله اكبر. اللهم صل على النبي. بتعمل ايه؟ نايم على عينك. ايه ده؟ حاسس ده مش غريب عليا يا راجل. مالك يا معلم؟ مش عارف. معلم. ايه ده؟ احنا ظريفة الحقوا يا هيي. يا جوبلاء بقى بعد الهنا اللي هنته لك راح تتجوز عليا؟ ان مفرجتك وعفرتك انت والواد تحسين ما بقاش انا بس. يا اخوانا قولوا كلام غير ده. يا اخي هو ده اللي حصل. انا مستحيل اعيش معاه بعد كده. الكلام ده مظبوط. دي نكدت علينا في اسكندريه وفرجت علينا اللوكاندا كلها وشدت يا بابا يا بابا انا شفتها بعينيا. دي ما ارتحتش لما طردونا من اللوكاندا. طب ما تشوفوا لنا حل بدل ما احنا قاعدين نرغي زي خبيتك كده. انا بقول نروح لواحد بتاع عفاريت، قصدي بتاع ارواح، ويشوف لنا حل في الحكايه دي. لا اطمنوا دي بسيطه.
اعمل معروف ما تفضحناش على اخر الزمن. ايوه بس انا عايز حد فيكم يقول لي على اسم واحد ربنا اكرمه وخد اجله يكون شخصيته اقوى من شخصيه ظريف. امي ام الله يرحمها. ايوه انا امي كانت ملبشاها وكانت دايما ظريفه وتعمل لها الف حساب. تمام كلام. وامك اشمعنى اسمها ايه؟ حفيظه بنت مسعده. ارم بلرم بالبليله. شبركيت يا شبركيت يا مجنن الجن والعفاريت. عمك مدبولي بيناديك وبده يلاغيك. شبيك لبيك شبركيت بين ايديك. ظريفة بنت مسعدة مطلوبة في مهمة رسمية كلها خير وانسانية. هندور عليها بهمية. المهم استنى عليا شوية. ما تخافش مش هتتعب عم شبركيت. اكيد هتلاقوها دي معروفة عندكم كويس. بلاش يا اختي تتكلم تودي نفسك في داهية. زمانها بتاكل دلوقتي مفتقة يا عم شبرخيت. ايه ده يأذوكي بعدين. معاك حق يا اخوي. الطلب موجود والارسال مرفوض. مرفوض ليه يا شبركي؟ الوصول تبعتوا لها الاول دعوة من اللي عليه النية وصدق عليها من الانصلية. ده غير تذكرة الطيارة رايحة وجاية. هم عاملين خط جو بيننا وبينهم. ما تستنيش لحسن شبرخيت واخد باله. يا بني ادمين اسكتوا. انتوا هتتلمضوا مع الجن كمان. شبرخيت ارجوك تحاول. انا من ناحية الاجر انا هكتر وهناول. وازاي الحال عندك يا استاذ حفيظه؟ كل الناس يا معلم عايشين على لسانهم كلمه يا ريت. اللي في الجنه شايفين اللعيم والراحه يقولوا يا ريتنا كنا كترنا، واللي في النار يقولوا يا ريتنا ما عملنا ولا اذنبنا. سبحانك يا رب. لكن خير كنت عايزيني في ايه؟ ظريفه يا اما ظريفه انت عارف عشقي. وانا والنبي كمان انا عايزه اتجوز. دي مدوخانا كلنا يا استاذ حفيظه. الوليه دي مش ناويه تجيبها من بره. عدوك على اللي عاملاه عندنا. كمان عندكم؟ قلب الدنيا موقعه الملائكه في بعض والشياطين في بعض خلت الاخره فرنسا. الله يهد حيلها. مفيش لوكاندا في جهنم راضي تقبلها. الاربعين يوم الاولانيين نامت على الرصيف وبعدين هربت وجات لكم. والعمل ياما مش عارف تعيش. دي جت ورايا اسكندريه. ولا يهمك سيبوها لي انا. انا من زمان معروفة منها. علي النعمة طول عمرك ست مجدع وما حد هيجيب دجا غيرك. والله يا عال بتعملوا اجتماعات سرية من ورايا. انت جاتي يا ظريفة من وراي خسويت اللي جابك هنا يا ولية. بتعدي صوتك على اقدم منك. مش عاملة حساب للاقدمية يا قبيحة قلة الادب. يا ناس يا بورا ده دول ما هو مش عايزين نناسبكم. وبالعكس هيتجوزها غصب عني. من ده سيبك انت تتلجوا وتروحي لهم البيت. سيبي يا بنت بس. في واحدة هربانة من عندكم مبهدلنا الدنيا هنا. يا بنت سيبي يا بنت. العنوان شارع الشرفة نمرة 4. الحقونا دي مبهدلانا يا ناس. طب يا بنت. لا ما تخافوش عليا انا ماسكاها من غمارة رقبتها. اهلا. تصدقوا ان انا بقالي 3 ايام مستنياكوا على محطة الاتوبيس عشان ارجع لكم ومش عارفة زحمة مواصلات بقى. فضلوا قدام. لا ليدي سبيريت. يعني انتوا الاول. لا معلش سيادتك الاول.
فرحان اوعى تجري. خميس. مين؟ انا. مين؟ الله انا. مين؟ مين؟ انا يا بيضة. تعال. مساء الخير يا سي خميس. انت ايه اللي جابك عندي يا ست ظريفة؟ اصل العربية اللي خدوني فيها الكاوتش بتاعها فرق فسبتهم وهرب وجيت لك. وجاي انا ليه؟ انا راجل مدرس في حالي. اعملي معروف روح لهم تاني. اروح لهم؟ اروح لهم ازاي؟ ما هم اتجوزوا. مروح دلوقتي ملوش لازمه يا خمس. وانا مال انا يا ست ظريفه؟ هو انت مالك ازاي؟ ما هو انت وحداني وانا وحداني، انت فرداني وانا فردانيه. قلت بقى يا بنت نتلم على بعض. هنتلم يعني هنعمل لمه؟ لا لمه ايه يا حياتي؟ هنتجوز بعض. اسستك اطبخ لك اغسل لك هدومك المقيحه دي. ايوه ايه ده انت كده منفسه خالص. منفسه في عينك؟ ده انت اصلك ما تعرفنيش، ده انا هرميك حصيتك هخلف لك عفاريت صغنونه قد كده اهو تحفراتك تجننك. تعالي 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 صلي على النبي صلي على النبي. زي ما هتروح في الهوا. خميس. ايه؟ اخسى عليك يا خميس سلمني لوحدي انا خايفة. افتح يا خميس. النهارده الجمعة انا بقى في يوم الجمعة. مش هتفتح؟ لا انا مروحة. مع السلامة. لو ربنا يديلك البني ادم يحفظك. ايه ده؟ طيب. كده تهرب مني يا روحي. انت اعملي معروف. ايه؟ اعملي معروف يا بوسي ايدك ابعد عني. بوس انا ما رضيتش اتجوز بني ادميه اتجوز عفريته. ده انا حبستك قوي يا مجنون. مش هتلحقك. ليه؟ انا هنتحر. خميس. احب الموزه بنقطه. خد يا معلم. تعالي وقعتيني. الله كوبتي في سبع ارواع. انت عايزه ايه مني تاني؟ ما تسيب الجدع في حالي. مش كفايه انك ما عملتيش خير في دنيتك؟ اعمليه مره واحده في اخرتك. طب سيب قدام هتجوزه بس مره واحده قدامي. يا ستي سيبيه يخرب بيت سنينك. قدامي مترجنه معايا ليه يا حاجه؟ قدامي. مالكم واقفين مبلمين كده ليه؟ عايزانا نعمل ايه؟ واحنا قدرنا نعمل حاجه وما عملناهاش؟ من دلوقتي تقدروا تعملوا كل اللي انتوا عايزينه. انا خلاص سلمتها لبوليس الاخره. ننصر دينك يا سيف. يا حبيبتي. بص اقول لك حاجه. وشاف الهوا قلب. حبيبتي زي الاسد. يتفق عليه مين الحسن؟ جري الزمان من الاتهام. وبقيت علي متطمنه. مثل الحبايب زينا مثل